أزمة اقتصادية مركبة في ليبيا، حملة شعبية لمقاطعة منتجات الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها أثرت سلباً على أصحاب المشاريع الصغيرة الذين كسدت بضاعتهم بسبب الحملة القوب اللائمة على ارتفاع سعر صرف الرسمية للدينار أمام العملات الأجنبية. ركود صاير قد واقعين، يعني بأول حاجة ارتفاع الدولار السوق، وبعدها كم حاجة هيك وارتفاع والمواد والتزامات الناس، في باقي ركود باقي، يعني تجيب تشوفها نقول لك إن السوق في ركود من 2023 في شهر 11، من شهر 11 في 2023 الركود قاعد واضح يعني. وتلعب الأزمة السياسية وحالة الانقسام الحاصل الدور الأكبر في الأزمة الاقتصادية الحالية بحسب اقتصاديين، في الأخص مع استمرار اعتماد البلد على استيراد كثير من المواد الأساسية. عدم توفر العملات الصعبة التي هي أساس متين لاستيراد السلع والمواد الغذائية من الخارج، عدم توفرها في المصارف ولجوء المستوردين للحصول على العملات الصعبة من السوق السوداء يجعل التضخم يرتفع بنسب كبيرة جدا، وهناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار مواد السلع الأساسية والغذائية، وأعتقد أن مستويات التضخم تجاوزت 50%. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا كشف البنك المركزي عن عجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ أكثر من 5 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. تثقل الأزمة الاقتصادية في ليبيا كاهل المستهلكين وبالتالي أصحاب المشاريع الصغيرة مع غياب حلول فعالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المحلي. فرج حمزة، الحرة، بنغازي.